بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أهل بيت أوفى من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا. إن القوم قد خيروني بين السلة والذلة، السلام عليكم يا عباد الله. يا رحمن يا رحيم، قد خلت مواعيدنا، تيتمت أطفالنا، نهبت أموالنا، قبيح ديننا. أرسل الكوفيون آلاف الكتب إلى الحسين بن علي وأعلنوا بيعته له. إلى الحسين بن علي العبد الصالح. إلى الكوفة فإن العيون شابحة إليك. لقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وطمت الجنان. لقد وصلتني كتبكم أن أقدم علينا بما هو حق لكم علي، فإن صدقتم قولي. يزيد خليفة الله بالحق وتعطى. يريد الحسين من خلافة ينتزع الخلافة من يزيد. من ملاك نجاة هذه الأمة؟ قولوا من هو؟ وحمل رايتهم هو ذلك الشخص الذي إذا أتاني رأسه أو كتاب بيعته يساوي عندي فتحات الشرق والغرب في العالم. هو ردكم على دعوة الحسين؟ ماذا أفعل؟ أهاجم الكوفة أم أفتح أحضاني للحسين؟ لن تتوقف من دون إراقة دمه. القيادة لا تليق إلا بمن يصول على خصم الخليفة اللدود بلا خوف ولا تردد. نحن الكوفيين مستعدون لأن نبدأ الهجوم بأمر منك على الحسين بن علي خصم الخليفة.